رجل شجر سوف احتلم فأتاه بعض الناس بهجوم الرسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هذه كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حصتكم هل سألوا التي تأتيكم مباشرة من قناة القرآن الكريم من الجزائر. في البداية نرحب بفضيلة الأستاذ دكتور كمال بوزيدي. أهلا وسهلا دكتور. وبكم أهلا. كما نرحب بفضيلة الشيخ محمد الشيخ. أهلا وسهلا بك شيخ. بك مرحبا. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. ما شاء الله الحمد لله. دكتور، سيدنا صلى الله عليه وسلم ما زلنا نتحدث حول شمائله، تحدثنا حول رحمته، حول لينه وعطفه وعفوه، اليوم نتحدث حول شجاعته، وإذا شئت حول كرمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، قوة في الشخصية، له هيبة، له رغم أنه محبوب، من تعامل معه يحبه، لكنه في نفس الوقت يهابه، وهما أمران نسبيا متضادان، أن تحب شخصا وأن تهابه في نفس الوقت. يعني الجمع بين الأمرين ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. إذن صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، الصحابة يهابونه والأعداء يخشونه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يسمع به يرتعدون صلى الله عليه وسلم، رغم لطفه ورغم رحمته، إلا أن الأعداء، العدو الحقيقي، عدو الله وعدو الرسول، الذي تجسد فيه الشر، لأن في الدنيا كان خير وكان شر، هذا يخشى النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته وقوته وبسالته صلى الله عليه وسلم. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بالفعل هو كان يعني شجاعا، يعني في بداية البعثة يعرفوه الناس بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يساوي 40 رجلا. 40 رجلا قوة. ولذلك أحد يعني المصارعين كانوا معروفين في مكة حاول أن يصارعه. أيوة. قالوا: فإن غلبتني اعترف، ادخل في الإسلام. ادخل مستعرف. قالك فإذا به صارعه. مصارع مشهور هذا. مشهور معروف هذا. معروف. شفت كما أقول أنا عالمي، كما أقولوا بباطن عالمي من ذاك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم صارعه، تغلب عليه وأسقطه في الأرض. قالوا: لا، ما الأولاد ما أمنش. قالوا: فيها حكايات، لازم نعود. عاود مرة ثانية، زاد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه. حتى المرة الثالثة خلاص سلم له، قالوا: خلاص أعترف، أعترف بأن خلاص ما كانش أنك نبي حقيقة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم، قوة حتى في الجسد. نعم، قوة السلامة وقوة الصحة. وكذلك ما كان يشبهه في هذه القضية هو أبو بكر. شفنا شد حنين، ولكن شفنا في الأمور المواقف بالضبط، بمعنى لا يحارب أحد. قوة كبيرة في الحق، شجاعة في الحق، شجاعة كبيرة. كذلك عمر بن الخطاب شايف حنين كثير، ولكن في الأمور تاع الشدائد يكون شديدا. يعني الجمع بين النقيضين، يعني الحقيقة شوف باش تجمع بين الحنانة وبين الشجاعة ماهيش بالسهلة. صح. يعني إنسان يكون بمعنى إنسان غضوب وشديد الغضب ويولي حنين، حنين كما يقولوا كثير هكذا، يعني يحب الإنسان إلا موفقه الله، هذا بالتوفيق من الله مش سهلة. صح. وكذلك كان مقداما. شفت الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله: إن لحاجة عند أبي جهل، يعني عندي دين ولم يريد أن أسلم، راح مشاريه. صح. لم يخشوا بما قال أنا أبو جهل، وشكون أبو جهل هذا؟ رغم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف. مستضعف ضعيف. ما زال ما عنده لا صاحب لا قوة ولا حكم ولا سلطان ولا عقل ولا شيء. فهم قالوا: تعال يلا. هيا معي. فإذا به يطرق الباب
فيشوف ابو جهل يقول له اعطيه ماله بقوه، اعطيه حقه، اعطيه حقه. ابو جهل قال لك بمعنى انه اصبح قال لك يرتعد ويرتعش، راح يجري جاب ماله واعطاه. فاذا به بالاصحاب يعني شافوا المشهد، ابو جهل وما ادراك وما ادراك يروح يسرع وخايف ويجيب له المال ويعطي له حق السيد. وهم بحثوا ليه باه يتمسخروا يتمسخروا به يجيبوا الوقت يعني روح على ذاك على ذاك يا اخي يجيب لك حقك، يجيب لك حقك روح ايه بالضبط. مسكين هو هو محقور مظلوم، قالوا له روح للسيد هذاك يجيبوا شويه الوقت يعني بالضبط، لانه ضعيف وشوفوا فيه مكان ولا فايده به. شوفوا السيد تبدل الحكايه خلاص مسكين حكايتي وش السر هذا؟ ايوه سالوه سيد القوم وش قوي تبدل كاع ولا ضعيف عند اللي قلنا نقولوا وحقور وحقرنا ولا يترعدوا يروح يجيب له مال واعطاله. مالا جاو ليه ابو جهل؟ قال له هذا جان مالا انا راك بمعنى انك سددت دينك وهذا استعادتك في الحين وش بيك؟ ايه ما جان ما اصابك؟ ما اصابك؟ ماذا جرى لك؟ ايه ها قال لهم لا رايت ما رايت لا فعلتم اكثر مما فعلت. ماذا رايت؟ ها قال لهم رايت لا اسبوع يا اللي سلطهم ربي شافهم، هو شافهم ولا واحد شافهم. قالوا انا شفت مشتهم جندوما. فاذا لذلك انا اسرعت عجبت الامانه واعطيت حق سيد والا لالتهموني. فلذلك خوفا يعني من هؤلاء لهذاك انا اعطيت حق سيد. ايوه شوف بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لكن توفيق من الله صح. وكذلك في الحروب بالضبط ما كان مقدام، كان هو اللي يهجم. سيدنا علي كان يقول كنا نحتمي به يأتي من وراء الدار ويخليه من إذا اشتد الوطيس بالضبط. يعني كي تعود الدعوة كما قلت على الصح وتعود كما نقولوا احنا النار تجدد حقيقة، هذا هو اشتد الوطيس معناتها حرب خلاص يعني موت خلاص موت ولا مبقاش يا تحيا يا تموت. فإذا تجده هو النبي صلى الله عليه وسلم من السيف يالله وهما وراءه. أنا يعني النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم صلى الله عليه وسلم. هذه الشجاعة يعني المادية، الشجاعة أيوة مهمة هذه الكلمة. كاين شجاعة مادية وكاين شجاعة معنوية. معنوية الشجاعة المعنوية هي أصل من أصول أخلاق كثيرة بالضبط صح. فالإنسان مثلا يعني عندما يعني يريد أن يغضب وينتقم فيتجده يعني يتحكم في نفسه، يتحكم في نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة، شفت؟ ليس بغلبة الناس، ليس الشديد بمعنى أنك ترد فوق على الناس وتنتقم وتقتل وكذا، ترد صاع صاعين كما يقول صاع صاعين. نعم يعني لا لا ماهوش هذا صح، ليس هذا هو الشديد. لا هذا ماهوش هذا هو الشجاع عندكم أنتم، هذا هو الراجل عندكم. لا ماهوش هذا هو الراجل الشجاع. لا الشجاع والراجل الحقيقي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. عند الغضب ها هو الشجاع والراجل. شجاع بمعنى تغلب على وشكون؟ على نفسه. على نفسه شجاع حب الانتقام وعلى الشيطان اللي كان بمعنى انه دائما يعني يوسوس له وينفخ فيه يقول له كيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، ولكن هو حطمه وحطم نفسه وبمعنى جعلها تنقاد اليه. شوف كذلك الشجاعة هو ان يتحكم في نفسه فيضعها موضع ما يقتضي العقل بالضبط والحكمه بالضبط والمنطق ويضعفها أيوة. حيثما ينبغي إضعافها ويقويها حيثما ينبغي تقويتها. شجاعة كبيرة، هذه شجاعة تحكم كبير فيه بالضبط. احنا اليوم واحد يزعف بشيء بسيط مع زوجته يطلقها ينفجر بده يطلقها زعما هذا باش يتنفس ويفسد ويهتك العائلة نتاعه بسهولة او في مكان العمل او شركة مع واحد شريك او يعني ممكن يسرق الشركة يحرق الشركة ما هذاك الغاضب هذا يقول بمعنى ظلموني وكذا وكذا فيدير اشياء ما لحمد وعقبه تالي يجيبها هي الاولى هي هذه هي. فلذلك هذا مش من سهلة باش تحت الشجاع هذا علاش ربي سبحانه وتعالى وما يلقاها الا الذين صبروا شفت وما يلقاها الا ذو حظ عظيم من الاخلاق الراقية مثل الشجاعة شفت كيف صح بمعنى ان الانسان هذا لا تاتي هذه الشجاعة بالصبر ما الصبر هو كما نقول احنا بالمعنى ان الانسان يعني يتحكم في الانفس يتحكم في اراده تاعه اللي هي المعاديه للحق المعاديه للصبر المعاديه للاناء. شوف هنا انسان وكذلك يعني الانسان لما يريد ان يكرم غيره يا اخي ياتي الشيطان مالك انت اولادك شوف ما عندهم مشكله شوف زوجتك واش خاصها شوف البيت لكن وين تتكلم الناس يعيده بالفقر يعني مباشرة يريد مسكين هو أن يجود عن الغير أن يكرم الغير أن يتصدق يتعاون يتضامن يجوه كل هذه العوائق هذه يجوه يقولوا شوف أنت كيف أنت يا
مسكين شوفها ومريضها وخصو كذا ها ومستشفى ها، ومن بعد ما يقدر له يروح لولاده يقول له روح شوف بابك كيف يمد انا، اقول له انت واش خصك واش ما قدرش يروح لمرته يقول له انت ما خصتك شوف البيت واش خصك هذه خصتك هذه خصتك، حتى يعني يضبطوا حتى بمعنى انسكيم يحرموا من الصدقه يحرموا من الخير. اذا حتى يتصدق لازم يكون عنده شجاعه كبيره صح، شجاعه باش يتغلب على كل هذه المثبطات يتغلب والعوائق، وهذه مش سهل مش سهل كذلك مش سهل صح. نفس الشيء نفس الشيء بإنسان حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني المكاره، من انسان يعني باش يصلي في المكاره ويصوم في المكاره، هذه بمعنى هذه الافعال تاع المكاره مش سهله، سينوض في الشتاء في البرد والماء بارد وكذا وينوض ويتوضا وذاك الوقت ويصلي وبريس يعني يقول الفراش ودير سخونه الحين خليك ودير قود مازال الحال باش يعني باش ينهض ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واش مستاهل كذلك صح، حتى ينوض ويتوضا ويصلي ها باش يعني يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، والصيام في الصيف واش بسهوله صح، هذه راهي شجاعه كبيره صحيح، يعني عند الغرب راهم بمعنى راهم يدوخوا يعني يقول لك انا كيف هذا المسلمين يقدر يصوم 17 ساعه في النهار لا يشرب لا ياكل، هذه راهي شجاعه هذه قوة كبيره ايوه قوه هذه، فلذلك شوف الشجاعه ليست في الماديات ليست في المظاهر ولا في القوه تاع العضلات لا، وانما هي في المعاني في التحكم في النفس طاعه الوالدين، لما يامر الوالد على شيء هو يحس روحه شوف انا مهندس طبيب بروفيسور قد الدنيا وكما يقول مسؤول قد الدنيا، يجي بابه قدام الناس مثلا يقول بابا ولا يمه ولا يمه يقول له وليدي حسيت كذا كذا شغل يحشم كانه يقولها مع الله يقولها كلام له ماشي لبي رغبه اللي معاه هما ولا رغبه نفسه هو شخصيته ولا زوجته ولا زوجته مثلا يعني يفضلهم عليه، شوف راحت هذيك الشجاعه باش يقدر حتى بعض الناس ما يسمعش حتى يمه قدام الناس يعطوا روايه أن أحد الأطباء يعني كان باباه مسكين هو يحسن اسمه خدمة مش البستان يعني جارديني إيه يعني إنسان ممتاز، لما يجوه الضياف أساتذة كبار يقولوا شكون هذا؟ يقول لهم هذا خديم هذا يخدم لنا في الجنة، ما يقولش ما فيها بابا لا إله إلا الله نكر باباه نكر باباه حشم به حشم به هزيمة، شفت كيف؟ وراه الشجاعة هنا ذل كبير شفت يعني بمعنى ان الانسان لما يعني يجي شوف الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه شجاع لما كان وزيرا لما يمر على المساجد يتوقف وين يروح؟ يروح لبيوت لمن يروح بيوت الخاله كله يغسلها يقول يا ودي يا شيخ راك وزير وش بيك انت؟ مالك انت؟ اقول لهم هذه النفس اللي طلعتني بس لازم تعبط الله يربي في نفسه لازم يربي في نفسه يأدب فيها الامر رغم انها هذه بمعنى فائق الطاقه يعني ماهيش كما نقولوا من الواجبات ماشي بواجبات باش يديرها فرض عليه ماشي ماهيش فرض عليه ولا حتى وانما باش انه يعني يفرض على نفسه انها تتحط وانها تتواضع وان الانسان كانه انسان بسيط وان الفضل هو بيد الله، فضل الله هو اهم شيء اما انا فلست بشيء طيب هذا باش يعني يربي نفسه على ماذا؟ على التواضع. شكرا جزيلا دكتور الشيخ محمد الفاضل، الشجاع خلق جميل والناس يحبون الغير بسبب الشجاعة، الشجعان محبوبين وسيدنا صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وشجاعة تفضل الدكتور بكلمة مهمة جدا هي ليست في المظاهر المادية فقط في أن الإنسان يقضي على خصمه، بل الشجاعة الأقوى هي في التنازل في التحكم في النفس والتنازل عندما يقتضي الأمر التنازل، مثل أن تتنازل الزوجة لزوجها عندما يكون في حالة غضب، أن يتنازل الزوج لزوجته عندما تكون في حالة غضب ومرهقة ومنهكة، رب العمل ولا المسؤول ولا الإداري لما يحصل مشكل ويقتضي أن يصبر ويتحكم في نفسه ويتنازل حتى يفوت الأزمة وينجح في العمل، وهكذا في العلاقات الاجتماعية، لأن هدف الشيطان هو تكسير هذه العلاقات وتحويلها إلى عداوة، الشيطان يبث العداوة بين المؤمنين حتى لا ينجحوا في شراكاتهم سواء كانت شراكة أسرة أو شراكة عمل في أي نوع من العمل
في الفلاحة ولا في الزراعة ولا في الصناعة ولا في الإدارة ولا في كذا إلى غير ذلك. فالشجاع هو الذي يتحكم في نفسه ويتنازل وينجح هذه العلاقة. كيف لنا بهذه الشجاعة يا شيخ محمد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد، تحية طيبة إلى كل المشاهدين. هذا الموضوع موضوع جميل. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يفهم في بجميع أطره. والشجاعة خلق عظيم، خلق كبير، ولكن لا عندما لا نفهمها قد تصبح الشجاعة تهورا. تهورا، كيف؟ خلق بين رذيلتين. بين رذيلتين، أي طيب، إما جبن وإما تهور. الشجاعة خلق وسط. بالضبط. ولذلك يقدم عندما ينبغي أن يقدم، يتأخر عندما ينبغي أن يتأخر. عندما ينبغي أن يقول كلمة الحق يقولها ولا يخاف، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صورت يجي الصباح يقول لهم البارح كنت في بيت المقدس وجيت. يعني شيء غريب جدا. شيء غريب جدا، لا يستطيع أن يقول هذا. شجاعة كبيرة جدا. شجاعة كبيرة في قول الحق، لأنه ينتظر أن يكذبوه. هو الصادق الأمين. طبعا الحال. سراقة يصطاده في الطريق يكاد يغرز فيه سهمه، وهو يقول له كيف أنت يا سراقة؟ أبشر بسواري كسرى. قال له كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز. قل له يا محمد وين أنت؟ أنت هارب وفار. تحوس من يؤويك وتفكر في هرمز كسرى بن هرمز؟ وين راك يا محمد؟ عيش الواقع تاعك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم باش يقول هذا الكلام، الشجاعة قوة كبيرة جدا. قوة يعني سلك عمرك. نعم صح. قوة عظيمة نفسها في غزوة الأحزاب، وهم خايفين على روحهم ويبشرهم. فقلت الشجاعة عندما يملكها الإنسان. نحن نفهم الجانب الأول اللي هو القوة. نعم هذا جانب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تمثله. وحصل أن يوما كما يقول أنس في صحيح البخاري أنه يوم الأيام صوت، وحد سمعوا صوت ما عرفوش وشن هو. بالضبط في المدينة. فلما خرجوا، لما خرجوا يشوفوا في المدينة وشرى، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع. فاستقبلهم على فرس. هذا لم تراعوا يعني متخافوش خلاص. ما كان سلامات يعني. ما كان والو. هذا جانب. الجانب الآخر هو ذاك الرجل الذي يرى بأن له قوة ويستطيع أن يدمغ زوجته ويسقطها على الأرض، يظن بأن هذه هي القوة. والقوة إنما هي عندما يمسك نفسه. بالضبط. لا عندما يستعمل هذه القوة. العنف ويضربها. قمة القوة أن يمسك نفسه وهو قادر على نفاذ غضبه. هذه قمة الشجاعة. قمة الشجاعة. بارك الله فيك. قمة القوة أنه يقلق ويدير، ومع ذلك هو صابر. شد روحه. اللي يضرب يبين القوة تاعه، يقول له انت درت هذا الشيء. هذا في الحقيقة هو يبان أثر تاع واحد قوي، لكنه أثر رجل ضعيف. صح. نفس الشيء في الطريق لما يسوق ويمشي، ومن بعد تشوف يقول لك أنا ما نصبرش ونروح، أنا ما نقبلش، وينوض يخرج يضرب وربما يكسر ويدير. يحسبها هذه هي القوة والشجاعة. والشجاعة الحقيقية إنما هي عندما يمسك نفسه ويكظم غيظه وقادر على نفاذه، ويشد ويستغفر ويسبح ويمشي. بنفس الصور اللي كنتم نقولوها، صاحب سلطان، صاحب قوة، صاحب منصب، صاحب ربما نفسه تسوله بالظلم أحيانا، ولا يتعدى الحدود نتاعو ويرى أنه قادر على أن يقطع رزق فلان، وهو قادر على أن يطرده، وهو قادر على أن ينزله، وهو قادر، ولكنه قد يكظم نفسه. فقمة الشجاعة أن لا يجاري الإنسان نفسه ويحافظ على أخلاقه. ولذلك دكتور هارون، توجد هذا القوة، هذا الشجاعة وين توجدها؟ أيوه. توجدها عند في
في أصحاب القوى الكبار الملاكمين الكبار واللي عندهم أنواع من الممتلئ المهارات الممتلئ نعم المهارات فكي تعدى عليه واحد يقول له روح خلاص بعدني يعني يا أخوي راك أنت الأقوى ومنها فتشعر بأنه هذا يعطيه القوة القوة الآن عندما يصرفه عنه بالضبط لا أنه يستعرض عليه عضلاته يدخل في شراكه يدخل في شراكه معاه في عراك معاه ولا في عراك ولا شيء من هذا القبيل فلذلك الشجاعة ينبغي أن تفهم في إطارها الصحيح في إطارها المادي وفي إطارها المعنوي يقول ربي سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي أن الخصم العدو تحوله إلى ولي حميم هل هذا مظهر مظهر الشجاعة نبدأ نسمع في المكالمات سيد أحمد سيد أحمد درك معنا طيب دكتور هل هذا مظهر مظهر الشجاعة لأنكم تفضلتوا بهذا المعنى يعني كيفاش الإنسان يقدر الشيخ محمد قال لك يقول له روح بعدني رغم اللي هو قادر بالفعل أه؟ أصحاب الرياضات هو يدفع بالتي هي أحسن ما, 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 ما يردش عليه بما جاء منه ما يجي ما يرد عليه بالحسنة هو يجيب السيئة ويرد يدفع بالتي بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن هذه قمة الشجاعة قمة الشجاعة أولا دفع البلاء ثانيا هزم الشيطان ثالثا كسب صاحبه المخاصم كسبه وبمعنى جذبه إليه وأصلح حاله بمعنى أصبح مسالما هو حتى ولذلك تجد كثير من المخاصمين إذا واحد مثلا كان قادر وأعفى عنه بعد يقول لك أنا من أنا حتى نشوف قد السيد وأنا عافره وأنا كذا يراجع نفسه يقول لك كان قادر يضربني شوف يديني السبيطار منه خلاص أي ولي يكبر في عينه يقول يكبر في عينه يكبر ولي يحبه ايه بالضبط يقول لك شوف انا شو كيفاش نكون كانه ولي وحمي واش نكون انا قال لك السيد راه عنده كما قلت انا كان قادر يدير والزوجه ايضا اللي تستفيد زوجها بشكل كبير وهو قادر انه يذيها قادر يذيها النبي صلى الله عليه وسلم القصه معروفه يعني من ينجيك يا محمد من الان نعم ايه سيف صاحب سيف قوي وراء جالس في الشجره من ينجيك من غزوه ذات الرقاع قال الله ايه يسقط سيف ويقول له من ينجيك من الان قال عفوك تفضل روح صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي اسمع مكالمه عمار من قسنطين عمار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عندي سؤال برك عندي الوالده توفات الله يرحمها وجابت طفل مع الراجل الزوج تاعها الثاني بابا انا توفى الزوج الثاني جابت معاه طفل ايه والزوج الزوج الله يرحمه توفى والاب والام توفات ايه وبعدت انا وطفل خويا هذا اللي من امي ايه وبقات زوجة الاب اللي ما عندهاش الاولاد بقات معنا مازالت حيه ايه يا هل ترى انا عندي حق انا من الام برك انا الاب ما عنديش انا من الام برك اللي جابت طفل لا شكون اللي ما ترى عندي الحق في المنزل هذاك عندي حق ندي من الميراث هذاك تاع المنزل ولا ما المنزل هذا تاع من المنزل هذا تعمل تاع زوج امي خلات طفل واحد انت زوج امك ها امي خلات طفل واحد والزوج تاعها توفى وهي توفات قعدنا انا وياه والمراه الاولى هذيك اللي ما عندهاش الاولاد يماك توفات قبل باباك ولا لا ها قبل الزوج تاعها توفات هي قبل الزوج تاعها توفات المهم توفات قبل زوجها قبل زوجها توفات ايه ايه توفات قبل زوجها والسكن باسم زوجها والسكن باسم زوجها وهي لما توفات وش تركت؟ تركت ما عندهاش مال ولد ها؟ طفل ما الزوج مات الزوج تاعها مات زاد من وراها مات قعدت الطفل ايه وقعدت الزوجه تاعو الاولى هذيك اللي ما جابت معاها الاولاد
طيب 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 نجاوبك ان شاء الله. رونق من تيبازا، رونق تفضلي. رونق راكي معانا؟ رونق. طيب في انتظار من يأتي بعد رونق. دكتور نبدو بعمار حتى. نعم نعم سيد أحمد، شكون اللي معنا؟ أحلام من عنب. أحلام تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أنا امرأة متزوجة عندي طفلة. ربي يبارك. إيه؟ توفى الزوج تاعي. الله يعوضك. إيه؟ والطفلة الصغيرة حبت نجيب لها كلب. طفلة بنتك هذه؟ أه؟ بنتك هذه؟ أه. إيه؟ جبت لها أنا كلب. علاش حبت الكلب هذا؟ واش دير به؟ واش دير به؟ باش تلعب معاه ويكون معاها في الدار. زيد؟ إيه دركا قالوا لي باللي حرام، الكلب في الدار حرام. باش تلعب معاه هذا مكان. هذا مكان. ها نجاوبك ان شاء الله. شكرا صح. العفو والعفو. زيد سيد احمد شكون اللي معنا؟ الو جمال من البيض. نعم تفضل خويا. يسرك بالشيخ لاباس؟ لاباس الله يسترك الحمد لله. تفضل. السؤال هو عندي مرأة مطلقة. ايه تلاقيت معاها هي ديفورتي، هي مطلقة. اتلاقيت معها ايه؟ هي فهمنا شرط شروط كان محشور شرط معناها تلاقينا شرط واحد الشروط تقدم لنا والو قالت لي نقدم. اه نعم؟ شرط عليها شروط اللي قلت لهم قالت لي قابلة. باش ترجعوا. نعم؟ باش ترجعوا لبعضكم شرط الشروط. لا. ارفع صوتك شوية مانيش نسمع فيك مليح. قلت لك هذه في البداية. اه في البداية قبل تتزوجوا. قلنا نزيد شرط عليها عندي واحد من الشروط انا باغي شرطهم اذا تقبليهم صح. ايه؟ قالت لي واه نقبل. ايه؟ ايا من بعد قعدنا واحد العام ولا هذوك الشروط اللي شرطهم ما دارتهمش. طيب. صح كيما قلت سمحت ليها خطره، سمحت ليها زوج، سمحت ليها ثلاثه، هي كثرت. طلقتها كي طلقتها قالت لي حسبي الله ونعم الوكيل. نعم؟ هذه شكون يقول؟ قالت لي حسبي الله ونعم الوكيل. هي قالت لك حسبي الله ونعم الوكيل كي طلقتها. هي قالت لي حسبي الله ونعم الوكيل. كي طلقتها. طيب، هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. نجاوبك إن شاء الله. صح. صح أخوي صح. سيد أحمد شكون اللي معنا؟ عبد الحميد. تفضل عبد الحميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وشاكم الشيخ الكرام لاباس؟ لاباس الله يسترك تفضل. الشيخ انا عندي ولاد اختي. ولاد اختي توفت ام تحم في 97. توفت شكون؟ الام تحم. امهم يعني مرت خوك. مرت خوي. ايه؟ ومن بعد في 2012 وفات جده تحم. توفت شكون؟ جده تحم امهم. أم الأم الجدة. أها. إيه؟ خلات نصيب من الميراث. شكون اللي خلات؟ جدة تحم خلات نصيب من الميراث. إيوا. أخوانهم قال لهم باللي ما سالوش معنا باللي ما القانون أبناء البنت ما يورثهمش ما نبرمش في الفارغة. نعم؟ قال لهم قانون أخوانهم. لأن قالوا لأن الأم ما تتقبل الجدة. وفي القانون اللي صدر في 86 يقول باللي يورثوا قال لهم باللي ابناء البنت ما نزلوهمش نزلوها ابناء الولد. ايه نجاوبك ان شاء الله. هذا في القانون ولا في الشرع ولا لا؟ نجاوبك ان شاء الله. قانون 84 ان شاء الله يرحم والديك. صح يسلمك. صح. زيد شكون اللي معنا؟ ام كوثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم خولة تفضلي يا أم خولة. أم خولة من ولاية سكيكيدا. أهلا بك أم خولة تفضلي. والله عندي الأم تاعي حابة تطرح لك أسئلة.
مرحبا. عين جوزها كنت هدر معك. تفضلي يا أم خولة تفضلي. ألو ألو ألو. تفضلي الحاجة تفضلي. السلام عليكم هارون. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك تفضلي. السلام. مرحبا بشيخنا الزراع الكرام إن شاء الله. رانا بالسير محتمكم يا هارون. الحمد لله تفضلي. أنا فرحانة ما تقدرت الصبر كيف فرحت بيكم يا هارون. الله يفرحنا جميعا بارك الله فيك تفضلي. وبلغ سلامي للشيوخ اللي معاكي بوزيدي ولاخر الشيخ الاخر الشيخ محمد هم يسمعوا فيك. ربي يخليكم منورين إن شاء الله في الشاشة يا ربي إن شاء الله. يا ربي أجمعين تفضلي. شوف يا هارون أنا عندي وليدي. إيه؟ أنا طلقت بكري طلقت وأنا صغيرة وعندي طفلة وطفل. إيه؟ ومن بعد ولاو هذوك الدراري جريت عليهم كي عاودت الزواج جبتها وجيت وزوجت هذاك الطفل كي جبته هارون العزيز ولا يقبح فيا زوجته وكي زوجته درت عليه الدين وكل شيء عادي يقبح فيا يهضر لي كلام ماشي مليح يهيني ودرك خرج عليا روح عليا خلاص ثاني وحدي عايشه في الدار. كان معاك هو الدار. كان معاك في الدار وحدي يا هارون خويا. كان معاك في الدار. كان معاي وما تخلى لي ديون خلى لي كل شيء وهرب ما حبش. الدار هذه مش تاعي يا هارون دار هذه تاع بيبي تاع الراجل هذا اللي ديت الثاني. ايه هو حب الدار هذه نمدها له والدار هذه فيها الورات ما نقدرش يا ولدي نمدها له لانها تاع راجلك الثاني. نمدها له تاع راجلي هذا الثاني اللي توفى. نجاوبك ان شاء الله الحاجه نجاوبك. هاتنا نحكي لك ولا يهمني يا هارون العزيز يهني ويهضر لي كلام ماشي مليح وكل شيء نحلف عليه نحلف ونعاود نرجع نحلف ونعاود نرجع درك كثر عليا بزاف وعادي قبح فيا يهضر لي كلام ماشي مليح درك قاطعته ما نهضرش معاه درك يعني قول للشيخ بوزيدي جاوبني كيفاش نحل مع الطفل هذا. نجاوبك ان شاء الله باذن الله. ربي يخليكم ان شاء الله وربي يعطيك العزيز واحكي لي اني نسمع افتيني في هذا الحل هذا ان شاء الله. امين امين اجمعين. ودعي لي يا هارون الله يقويك والله يفتح عليك والله يرفع الضر. يا ربي يقلبوا له الطريق قدامنا يفيد فيه الاول. يا ربي يهديه يا ربي يهديه. ان شاء الله وديروا له دعاء ان شاء الله. يا ربي يصلحوا. والله يخليكم منورين ان شاء الله وراكم منورين الشاشه. الله يسلمك يبارك فيك. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي احمد شكون اللي معنا؟ نعم. اكلي تفضلي تفضل. أكلي. السلام عليكم. أهلا بك خويا تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. تفضل خويا تفضل. تفضل خويا الله يبارك فيك تفضل. حبيت نطرح سؤال. وهو؟ إنسان عنده قرض ربوي. إيه؟ وهو في كل سنة يزكي في ماله، هل زكاته جائزة أم لا؟ يزكي لأن سداد القرض ما هوش حال كما يقولوا. لا عنده قرض ربوي في البنك بصح كل سنة يزكي المال تاعو. طيب نجاوبك. صح. الله يسلمك. صح. القرض هذا علاش داه القرض هذا باش يخدم ولا علاش داه؟ نعم. معليش نجاوبك أكل نجاوبك. صح. الله يسلمك صح. صح. زيد شكون اللي معنا سيد أحمد؟ سيد احمد شكون اللي معنا؟ هيا نجاوبوا دكتور حتى عمار من قسنطينه سمعت السؤال تاعو يا دكتور. قال لك الوالده توفت جابت طفل مع الزوج الثاني والزوج هذا توفي والام توفيت. الأم توفت قبل زوجها الذي يملك السكن. معي؟ هي توفت قبل الزوج هذا اللي يملك السكن. هل هو له الحق في الميراث مع أخيه كما قال هو والزوجة اللي تركها هذا الرجل الزوجة الأولى؟ هو علاقة الزوج الثاني مع هذا الابن ما عندوش علاقة ما كانش علاقة ما عندوش حق في التركة نهائيا عن طريق الوصية. كان خلى الوصية الله يبارك لما خلى الوصية ما عندوش حق.
أما الزوجة الثانية عندها حق ما دام ما طلقهاش، وهي لا زالت زوجة، يعني ما زالها زوجة تاعه عند موته فهي ترثه، وهذاك الابن ما بقى إلا الابن، وهذيك الزوجة هم اللي يورثوا. هو لو كان ما خلت مال هذاك صح، صح بأنها ما خلت والو، ما دام ما خلت والو يقول ما عنده حق. أجره على الله، أجره على الله. يقصد ربي، يقصد ربي، ربي يعطيها ربي. نعم خزينه إن شاء الله سبحانه غني. نعم. اسمح لي دكتور، اسمع أم ياسين. أم ياسين تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام أختي، أهلا بك. بيك عايشك. تفضلي أخي من فضلك، حبيت نستفسر على أمر ولا يقرقني شوية، وهو لأني إنسانة متحصلة على شهادة وحاولت نحصل على عمل عدة مرات وما تمكنتش. مع أني كنت متفوقة والشهادة تاعي تشهد على تفوقي، وإنما ما تحصلتش نعمل لي كونكور وهك ما تحصلتش على عمل. وبعد ذلك عملت عقد ما قبل التشغيل، عمله لي زوجي، وإنما أنا مكثة في البيت مش ني نعمل. أنا عندي العقد هذا، وإنما نحصل على أجر ما نعملش عليه. هذا أمر أرقني كثيرا. أنت كي درتي العقد يا هذه ما قبل التشغيل العقد هذا؟ أنا على أساس أنك تخدمي خديتي شهادة بالله، على أساس إنما هم الآلاف اللي كيفي في نفس المؤسسة وما عندهمش عمل، هما في مؤسسة عمومية تنظيلهم شهادة، تنظيلهم الدخول والخروج وما تعطيهمش عمل. تنظيلهم تقول لهم باش نخدمكم ما تخدمهمش، ما تخدمناش، مش غير ما تخدمناش، هي يسنيو هذا البوانتاج كما نقولوا، وانما ما تخدمش الناس. هل هذا الكسب حلال ولا حرام؟ هل احنا نطلبوا من انفسنا من المؤسسه هذه توقفوا؟ انا شخصيا عن نفسي عندي تقريبا 6 شهور عدت ما ناكلوش، نحسوا حرام. لانني خاف ناكل، ولدي ولا نشري حاجه خاف منه. هل هذا الكسب حلال ولا حرام؟ وهل نوقفه؟ مع انه يعني العلم بان هذا المؤسسه حكوميه، وعلى علم بهذا الامر كل من اساسه. نجاوبك ان شاء الله. من فضلكم استيونا فيها، خطر من الالاف اللي في نفس الوضعيه تاعي. صح. بلا عمل ويتقضوا في اجر رمزي، هو مش مش اجر كامل. لا بالي، لا بالي، لا بالي، نجاوب. وانما رمزي. طيب يا ام ياسين نجاوبك ان شاء الله. ربي سهل. الشيخ محمد. أحلام من عنابة، قالت لك متزوجة عندها بنية مع زوجها ربي يعوضها توفي الله يرحمه، قالت بنتي هذه حبت اقتناء كلب تلعب معه، فقالت لما شريت لها كلب قالوا لي راكي حرام، راكي درتي حرام. سألت ركزت معها مليح وش والفايدة تاع الكلب، الهدف من الكلب هذا، قالت تلعب معه قطة خير ولا لا؟ إيه نعم هذا هو الجواب ما شاء الله يعني. تفضل شيخ محمد. الفضل صحيح يعني. هو سيدة، شكون هي السيدة؟ السيدة أحلام. إيه. سيدة أحلام، إحنا كاين أمور ما تمشيش على مزاجنا، تمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والأشياء التي أباحها نبيحها لأنفسنا، والتي حرمها نحرمها لأنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد، حتى الحراسة أيضا، نقص من أجله في كل يوم قيراطان. والقيراط معناتها راهي حاجة كبيرة، معناتها كل يوم الأجر نتاعه ناقص. معناها الكلب الذي يجوز الإنسان أن يقتنيه هو كلب الماشية، يسوق الماشية، يؤدي دور إيجابي، أو الصيد، أو الحراسة في البيت كما راهو اليوم. اليوم الكلاب المدربة كثيرة جدا تؤدي دور، المهم يؤدي دور، يخدم. أما قضية طفلة تحتاج إلى لعب، القطة راهي عندها دور تاع اللعب. وأنا أعتقد النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة قال إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، يعني هذا أحسن لها. شوف الشيخ محمد، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم هذا الأمر، الآن في بعض البلدان غيرنا يعني غير مسلمين ميزانيات رهيبة صحيح تنفق على الكلاب، على الكلاب في الوقت اللي هناك شعوب لا تجد القوت، عندهم مستشفيات وعندهم صحيح جراح. تعد بالملايين يعني. تعد بالملايين، أموال رهيبة بالدولارات، أموال صحيح. رهيبة. نعم. سبحان الله العظيم. شكرا شيخ محمد.
دكتور جمال من البيض قال لك تزوج مع زوجته هذه وشرط لها شروط. قال لها الشرط الأول الثاني الثالث كذا، قالت له موافقة. وإذا به الحياة الواقعية صعبة، قال ما التزمت، لم تلتزم بهذه الشروط. قال لك سمحتها في الأولى، سمحتها في الثانية، سمحتها في الثالثة، ومن بعد انتهى خلاص طلقها. كي طلقها قالت له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هل لها ذلك أم لا؟ وهل يخشى من هذا الكلام؟ لا، كلام خطير هذا. نعم هذا كلام خطير. هذه شكوى رفعتها لربي. ايه هذه شكوى معناتها من ردة السماء. ايه هل لها الحق في أن تشكو هي الشكوى هذه؟ فيعني المسلمون عند شروطهم. هذا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بما أنها اشترط عليها شروطا ولم تلتزم بها، هو كما قلنا شفت الشجاعة تظهر. شجاع على الصبر يعني يكون قدر حكم روحه. هو قال لك سمحتها لا سمحت لا سمحت لا ما حبشت. خاصة عنده أولاد. يعني ما قلناش نسيت نسأل. عنده أولاد لابد إنسان يعني يفكر في أولاده. ما فكرش فيها أكثر من أولاد، لأن الأولاد هذا المستقبل بتاعهم هو اللي أجله يضحي ويصبر ويصبر. ولكن هو إذا كان فعلا يعني ما وجدش كما نقول إحنا باب باش يقدر على الأقل يخليها معاه، فشاف بأن هذه الشروط اللي ما التزمت بهم، وبالرغم أنه عفى عنها عدة مرات أنا وسمح لها عدة مرات، ولكن هي لم تلتزم. ما يعني كأنها يعني شغل ما اعترفتش بهذه الشروط هذه. ولما يعني يحب يقول ما هيش عاطيني قيمه، ما درتلوش قيمه، ما درتلوش حساب هذه. فلما هو وصل واحد النتيجه، هذيك النتيجه اللي خلاص ما بقاش يعيش معها، قالت لي ما احترمتينيش كذا، قال لما لا الفصال بيناتنا. فلما طلقها هي مسكينه ظلت، لان العاشره ما تنساش المعاشره هذه يعني والديمومه تاع الاسره زوج وزوجه. لذلك يعني حسس مسكينة شو كأنه ظلمها، هي حستها كذا، حسس بأنه شو ظلمها في هذا الطلاق هذا. لهذا شكت به مولانا، شكت به ربي، قالت له حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الإنسان لما يكون مظلوما حقيقة يرفع الشكوى من الأرض إلى السماء، يعني رب العالمين، قال يا ربي بمعنى ما عندي حتى واحد، عندي غير أنت برك، لذلك قلت حسبي الله ونعم الوكيل. أما هي تقول من حقها تقول حسبي الله ومن واكن، تقول انا شفت روحها مانيش عارف انه كاين، شفت روحها بانها مظلومه. ولكن اذا كانت هي حقيقه لم تلتزم، هي الظالمه، ايه لم تلتزم كما قال هو على حساب واش هي حسب نحن ناخذ السؤال، نحن السؤال كما قال فهموا المشاهدين ايه واش قال معناه هي الظالمه، هذه هي. فهنا بمعنى هذا الكلام لا معنى له، ما انسان ظالم يقول لك حسبي الله في المظلوم، يقول لك حسبي الله وانا من الوكيل، واش الكلام هذا؟ يقول لك يقتل ويمشي في جنازته. ايوه هذا يعني بمعنى نقولوا لا، نقولوا الكلام ربي يسمع الانسان المظلوم حقيقه، ما يسمعش الانسان الظالم يعني شغل يشكي بالمظلوم، لا. فلهذا نقول اختي الكريمه السؤال باش تعطينا موعظه ونصيحه يعني مهمه جدا، لماذا قل الان قلت مهابة الأزواج في نفوس الزوجات يعني وكثر التمرد؟ نعم. علاش المرأة اليوم عندها قدرة عجيبة على التمرد على الزوج، وانتشر ولذلك انتشر الخلع والطلاق، علاش يعني؟ بالضبط. هل هو يعني هي ظاهرة سلبية بالتأكيد؟ ها علاش يعني شرط عليها شروط ما تزمت وسامحها والو، ماشي حاطي ماشي دارت له حساب خلاص. هذا هو تغير الظروف والاحوال والذي دار يعني المجتمع تغير، وتغير بماذا؟ بتاثيرات داخليه وخارجيه. صح. تاثيرات خارجيه كتعرف بمعنى صح. يعني الانسان المسلم الاسره تاعو محافظه كذا، الاعداء يشوفوه بمعنى هذا ماهوش عادي، هذا منافس لنا. تمسك الأسر، تمسك المجتمعات، قوة المجتمعات، لأنهم هم يحاربوا فينا ليل نهار، وقوة التماسك وعدم الانهيار قلقهم. بالضبط. من أسباب قوة التماسك هي قوة تمسك الأسرة. أسرة. أيوة. تمسك أسرة معناتها قوة الدولة. بالضبط. بعد الوحدة. أي وحدة. وحدة المجتمع تجي من وحدة الأسرة. ونحن كمجتمع أسر ومتناسبين وكذا يولي المجتمع كل متوحد. متوحد. ايه. لذلك هم يحبوا يهدوه. صح. هذا يعني الخارجي. يعني صح. وهو يدير لكم بعد عن طريق يرميك على وسائل الاعلام.
اكشن بمعنى تاع التواصل هذه في الفيسبوك، عندك يوتيوب، عندك تشجيع التمرد، هذا هو تشجيع، ويدير لك افلام ويدير لك سكتشات ومسلسلات وغير ذلك. يبدأك بمعنى يكررها منظمات وقوانين وتدخلات، كل الامور هذه حتى باش يهين يعني عظمة الأسرة ويفككها. صح. فلذلك المرأة تعود تشوف تقول إيه أنا وراني، أنا زيغ راني كبيرة يا سيدي، راني عظيمة. إيه هو وش 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 هو وش وش هو. فلذلك تحسب روحها كبيرة وتعود تنسى روحها، تنسى روحها باللي راهي في أسرة ولازم تحافظ على الأسرة تاعها بالضبط، وتنجح مع زوجها تصبر عليه وتحترمه، وهذا هو الأصل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شفت يا أخي واش قال، طاعة المرأة لزوجها، إيه؟ إن كان هو راض عنها، ماتت وهي هو راض عنها دخلت الجنة. صح. تقعد تشوف منظمات، شوف في راجل هو صح، هذيك المنظمات هو كلش. صح. هذيك هو الجنة تاعك. إيه؟ وإذا كان بمعنى سخط عليها، بمعنى في المعروف، ما أنت ماشي قال بشر في المعروف. طبعا. إيه؟ وسخط وتوفيت هو سخط عليها دخلت النار. فلهذا يعني وشفت لما هددها النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة يعني سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس قال لك فلا تشم رائحة الجنة. يعني امرأة اللي تطلب راجلها تخلع ولا تطلب راجلها الطلاق وما في حتى معنى الطلاق، معناته لا هي مضرورة، لا هي لا آذاها ولا بمعنى عايشة كما نقول احنا في بؤس إلى غير ذلك، وإنما حبت فقط يعني كما نقولوا تتحرر، أو حبت معناته تتفسح، او حبت مع انت كما نقول احنا تعيش تشوف واحد تبع الهوى تاعها، تبع الهوى تاعها نفس، يعني من غير سبب، ما عندها حتى سبب. قال لك فلا تشم رائحه الجنه. يا لطيف. سبحان الله. يعني بما الدنيا دي ما تسوي، اكسبي واش بغيتي، روحي تحوسي، روحي بدلي الجو، روحي وين بغيتي. صح. ولكن الجنه ما تشميهاش، واش مفيده عندك ما صح. الدنيا دي واش ما عندك فايده بها. كان ولد. ايه صحيح. شكرا جزيلا دكتور الشيخ محمد. هذا عبد الحميد من قسنطينة قال لك عنده ولد أخ توفات أمهم قبل جدتهم، الجدة تركت ميراث، الأخوال قالوا لهم الولاد خوه يعني قالوا لهم ليس لكم الحق في هذا الميراث على أساس أن الوصية الواجبة تثبت لأبناء أبناء الابن وليس أبناء البنت. تأكل وقت 84 قانون 84 الان خلاص تنزيل كلش، تنزيل كله تعدى. كان مقبل لانه كان سوء في فهم الترجمه بالضبط، تاع الفرنسيه العربيه. نعم الفرنسيه الى العربيه. ايه؟ فالنصف الفرنسيه شيء وبالعربيه شيء اخر. طيب. وبالتالي الان وقعت محاكم كل وحده. ايه. كيفاش من طبع. ومن بعد وقع الان استدرك الامر استدرك استدراك على اساس انه يوقع التنزيل للجميع، يوقع التنزيل للجميع. والمسألة مسألة قانونية بمعنى أنه القضية تحل مع الموثق، مع الموثق، الموثق عنده هذا الخبر وبالتالي يمشوا له، هو اللي راح يدير لهم التنزيل باعتبار أن هؤلاء كأنما يرثون من أمهم باعتبار الوصية الواجبة، ينزلون منزلة أمهم كما لو كانت حية فيما لا يتجاوز الثلث. إذن الأخوال ليس لهم الحق في هذه الاعتراض. نعم. طيب. شكرا شيخ محمد. دكتور الأخت خولة سمعتها فرحت لما تمكنت من الاتصال بالحصة وتطلب الدعاء ربي يحفظها إن شاء الله ويعطيها وش حب. تكلم على وليدها. هي لا إله إلا الله. طلقت وعاودت الزواج. ووليدها هذا تمحنت معاه وزوجاته ودين إلى غير ذلك. والظاهر أن المسألة من مرته، قالت لما تزوج تبدل وأصبح يؤذي في أمه ويقول لها أعطيني السكن هذا والسكن هذا، مو تاع باباه تاع زوج يمه، زوج يمه. ف باباه طلق أمه، المفروض يروح لبابا إذا كان كش ما يعطيه ولا كذا. يعني وضعية مؤسفة دكتور. تفضل. يعني شوف الإنسان خاصة الأبناء حقوق للوالدين ما يحسوش بها، يعني كأنه لما يسمع للزوجة تاعه أو يسمع الغريزة تاعه أو يسمع الشخص هو يديه طمع الدنيا هذه، يعود يشوف الأم تاعه كأنها يعني هي معوقة لهذه الدنيا، عقبة عقبة، يعني صور
صور هو حبي يملك حبي كما نقول شغل يملك بطريقه غير شرعيه. هذا هو حبي يعيش بطريقه غير شرعيه وام تاعو مسكينه هي كونسابتي هذا وليدها. ما تفرحوش تفرحوا بالضبط لو كان كاين حل. كون كاين حل هي تعطي المسكين تحبه مهما كان. ولو كشوف راهو خارج او كشوف راهو عاقلها وراهو خارج الطريق وراهو بمعنى يشتمها ويحقرها بصح كون يمرض هي اول واحد تروح تزور المسكين في المسجد. صحيح هاي قالت تسمح وترجع تسمع وترجع تسمع وترجع ورغم حب تاعي قالت لكم ادعوا له باش ربي يهديه. ربي يهديه شوف شوف الحنانه تاع الام ربي يهديه. ما قالتش يعني يقول الله يديه قالت قولوا ادعوا له ربي شرب باش يهديه مسكينه. شوف الام الحنانه تاع الام. فهذيك نقول هذا الاخ الكريم يعني سلك عمرك سلك عمرك الان روح خذ الرضا تاع الوالده واطلب منها العفو وروح سلم على راسها ولا سلم على رجليها قول لها يما سامحيني راني غلطت راني غلطت راني سامحيني سامحيني سامحيني. ويعاود كما نقولوا حياه جديده ويعود يجي ليها ويزورها ويقضي لها ويقوم بها باش يسلك عمر من غضب الله. اذا فهمنا يا دكتور باللي هي قالت بعد لا تزوج هذا هو الزوج معناها زوجته هي اللي تسبب في الكارثه هذه في العقوق. ممكن احتمال حسب الظاهر يعني حسب الظاهر احتمال يعني. وش الكلام اللي توجهه لزوجه هذا اللي هو وغيره يعني من الابناء اللي كثير من الزوجات العروسات يعني يدفعن الازواج للتمرد على الوالدين بسبب الغيره بسبب كذا حب الدنيا كما تفضلت انت الى غيره. علاش يعني هذه احتمالا على بالك راي في خطر عظيم لما يكون هو في عقوق مع الاجماع. الاحتمال هذا الاول استاذ وهذا اكثره وما اكثره هذا كثير من النساء يعني يحبوا باش يكسبوا يحبوا بيعيشوا يحرشوا رجالهم على الامهات على الاباء تعرف على خوتهم. علاش ما تحرش الرجال تقول روح خدم على روحك؟ لا روح اجري خدم يحبوا السهل نوض نوض من الصبح وانت تجري وجيب لي الرزق الحلال. لا هذاك الصعب هذاك فيه مشقه نحبوا السهل. لا هي تحب تحب يبقى تتعس عليه لان تخاف منه كش ما تدي واحد تتعس عليه ماذا بها هذيك هي اللي تتكفل باش تجيب المال بطرق غير شرعيه وتدفعوا وتبقى تحطه قدامها. هذيك شاطره هذيك شوف سبحان الله العظيم هذيك بمعنى ما تخافش عليها ولكن باش تحميه من عقوق الوالدين لا. فلذلك كان شوف كان صنفان صنف اللي تدفع وصنف اللي تسكت يعني شايفه راجلها خارج على كذا ولكن تسكت ما تحاول كيف الدين معاه تقول لا عيب عليك ما تقولوش ما تقولوش عيب عليك لا عيب عليك حرام عليك هذه يماك وهذا باباك مهما كان هذا باباك هذه راهي يماك. اسمح لي دكتور نسمع نعم. دليلة وحنان من عنبة. دليلة تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اختي اهلا بك تفضلي. صحيح بخير. الله يبارك فيك اختي تفضلي. يزيد فضلك الاخ الكريم. عندي سؤال بالنسبة عندي الاخت تاعي توفالها لي مادة دي ولدها عمره عام وسبعة شهور طحلها تسمى من الكاتريان. ربي يعوضها ان شاء الله. اللهم امين اللهم امين. وهي برقة تسمى تلوم في روحها تقول لي لو كان انا ما حليتش الطاقة يا اله الا الله لا وتقول إله. والناس لو. قاعدين يهدروا ويقولوا دزوا اخوه وهذه الكلام تسمى هي متأثرة لحد الان هو ما عنده شهر ونص ربي يعوضها وقعدوا الناس شغل يهدروا عليها ديما ناس جاهله يعوذ بالله. دروك نتكلم دروك نجاوبك اختي زيد فرخ جنه احنا نقولوا لها فرخ جنه صح صح خلي الناس يهدروا على ارواحها ما تهتميش بيهم يعوذ بالله من الناس. بالنسبه للصداقه اسكو تلحقوا ولا لا وبالنسبه للدعاء طيب نجاوبك. وعندي سؤال اخر تفضلي بسرعه الوقت تفضلي. بالنسبه انا متزوجه عندي 10 سنوات ايه وما اعطانيش ربي الذريه يعني مازال ما رزقنيش ربي سبحانه ايه والناس حابه تتدخل ما بيني وبين راجلي على جال اني ما نجيبش انا ولا هو يسقسيهم ايه ما فهمتش انا برك الناس علاش تتدخل ما بيناتنا. انا 10 سنين مع راجلي صابره الحمد لله ونعمه بالله يعني متقبله الامر وكلش والناس للدرك انا والله العظيم لحد الان ما عادش نروح حتى عند واحد. طيب نجاوبك ان شاء الله. حنان من عنابة تفضلي. حنان ما كانش دكتور. الو تفضلي حنان بسرعة. في رجل يزوج ليه التيمم ولا لا؟ نعم التيمم للرجل. التيمم نعم التيمم ليه ماذا التيمم؟ للزوجين للزوجين نعم.
طيب نجاوبك ونقول لك وقتاش يجوز التيمم بصفه عامه. يعطيك الصحه ان شاء الله. في ربي يهنيك. صح دكتور. اذا كيفاش تنصح هذه الام المكلومه مع زوجها؟ كيفاش دير معها حتى يهديها ربي؟ نحن ندعو له على كل حال. ندعو له ربي شرا يهديه. إيه؟ احنا نقول للام الدعاء. والاخت خاصه الاخت هي اللي وجهت. اي لازم تهضر مع اخوها، تحاول كيف تكسب اخوها وتروح ليه، وتحاول كيف تكون واسطه تاع خير. كيفاش تقدر عن طريق زوجته؟ هذا هو الصح، يكسب زوجته وزوجته تاثر. هذيك تروح ليه تعاود تخالطها وتكرمها كما نقول احنا، عاود تكسبها ليها باش من بعد تقولها بمعنى شوف الزوج تاعك خويا وكذا وكذا مشينا وغلط وكذا، شوف يما مسكينه تحبكم يدي دعوه خير خير. ايه ويما تحبكم مسكينه وكذا، وكان جات عندها تعطيكم ما تقول لها نكون عندي نفرحكم. والحرام ما ينفعش أبدا. شكرا دكتور. اكلي من العاصمه دكتور الشيخ محمد قال لك انسان عنده قرض ربوي وعنده المال ويزكي. عنده قرض بمعنى هو استلف على البنك يعني. هي استلف والظاهر انه ماهوش حال السداد. استلف ويخدم به ويخلص بالعقل. لا هو المال لا تجب زكاته فيه الا اذا بلغ النصاب وحال حاله الحول. ايه. كذا؟ ايه. اذا عنده المبلغ هذا المال الان راه في ذمته. ايه. ولو استلفوا منه ولو جابوا من البنك. ايه. اصبح في ذمته. ايه. في ذمته. ايه. ما دام في ذمته الزكاه تجب فيه. بارك الله فيك. ام ياسين من عنابه قالت لك باللي انا انسانه عندي شهاده عمل. الشيخ محمد السؤال لك، ولكن دخلت في هذا عقد ما قبل تشغيلي، تروح للمؤسسه العموميه اللي تكاشيرها كما يقولوا على اساس باش تخدمها، هما ما يخدموهمش. وقال لك ماشي هي فعلا السؤال هذا يجينا كثير الكثير من صحيح. لماذا لا يضعون حل هالمشكل هذا؟ هذا الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم. ايوه المسلمون عند شروطهم. ايوه معناها لما مضيت عقد مضيت على شرط، الشرط لابد ان يكون، ما كانش الشرط معناها كاين اخلال. انت مضيت الشرط على اساس عمل، العمل لابد ان يكون. الان المؤسسه مؤسسه حكوميه، الذي ياذن في مؤسسه حكوميه للسيد يقول له روح ريح في دارك وتخلص وتقعد تسلك في من الاموال، ونقول له هذا تصرف من لا يملك فيما لا يملك. ايوه ما عندوش الحق هذا. لو كانت مؤسسه خاصه مول شي يقولها لا انا مانيش محتاجك اليوم وروحي الشهر هذا ما نحتاجكش، صاحب الشركه له الحق ان يقول هذا الكلام. صح. لان المال ماله. هل يستفيد من جهدها ام لا؟ لا ما يستفيد، لا هو حر. ايه؟ كي نحتاجك نعيط لك. ايه؟ لكن هذه مؤسسه عموميه بمعنى ان هذا مؤتمن فيها، مش صاحبها لما يقول له ادي معناتها عنده الحق يدي. لو انه اذن لواحد يقول له ادي نحتاج وثائق نحتاج ورق مثلا اعطيني، هل له الحق انه ياذن له بيقول له تدي؟ ما عندوش الحق. صح. وبالتالي اذا ماشي نتاعو، وبالتالي ما دام ماشي نتاعو ما عندوش الحق ياذن ريحي في دارك. الان مليح نوجه نداء انه يديروا حل هذه الامور. بالضبط. هذه بالضبط. اذا كان فيه رفعوا الحرج على الناس، اذا فيه الناس فيه عمل نديروا عمل، ما نديرش اشكال صوريه ولا يعطوهم المال بلا عمل، ولا مباشره قال انت عندك ريح في دارك حتى كي نحتاجوك. إيه؟ كي نحتاجوك نعيطوا لك. إيه؟ هذا هو يعني يقولون بلي حقكم من صندوق تضامن هذا تاع يديروا خلاص. إيه موجود قال. إيه؟ الان نكيف يعني عندها شهاده، هي عندها شهاده نكيف القوانين على اساس ريح في دارك كي نحتاجوك نعيطوا لك. ولا هذه راهي هبه مصروف. إيه؟ دليل مع النبى دكتور قالت لك ولدي توفى ولدها من طاح من سقط يعني مسكين. لا اله الا الله. يقولوا لو كان ولو كان ولو كان هب لوحه بسرعه دكتور الوقت ما بقاش. احنا نقولوا بان هذه الصبي اذا مات قبل البلوغ النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء الوالدين بان يوم القيامه سوف يجرهم هو ياخذ بيديهم ويديهم الجنه. هذا لمن صبر. ايه؟ اللي صبر عليه وكذا ربي سبحانه وتعالى يفرحهم يوم القيامه ويلقاوه. يلقاوه في ميزان حسناتهم ويلقاوه انه هو يعني يجي ويدافع عليهم وياخذهم معاه. الانسان هذوما اللي يتدخلوا ويبدوا لو كان لو كان لو كان. هادو بمعنى يدخلوا الشيطان في الوسط كما نقولوا، لان لو كان مش هو احنا كما نقولوا لو كان هذه لو هذا حرف الشيطان. صح. ماهوش حرف عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقول الشيطان هذا. ايه لان ربي سبحانه قدر بان الولد هذا راح يموت. هذا يموت ما عنده ما يتوخر لا ساعه ولا زوج. صح. ما عنده وين يروح، ولكن بما انه قدر ربي الانسان يصبر. ايه كيما عطاه لك فرحتي.
كما اداه كذا يقول الحمد لله يا ربي معلش، الحمد لله الذي اعطى والحمد لله الذي اخذ. هذا مثل كما قلنا بمعنى ذاك الامير الذي بمعنى غضب على وليده كي مات ما حملهاش، فحتى جاء واحد العالم من العلماء اعطاها كما قلنا احنا شكون مثال، قال له واحد اعطاك شجره نخله قال لك هاك ربيها الشجره عندك ينولي نديها كبا انت سقيتها بعد كبر جاي نديها تعطيها له، قالوا ما فهم شكرا خلاص ولا راح الحكم يحكم فهم خلاص. باقي الأسئلة إن شاء الله نهار السبت. مشاهدي الكرام إلى أن ألقاكم إن شاء الله في فرصة قادمة، أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.